الفنان الكبير محسن محي الدين في التاسعة. ايه الدخل دي؟ احنا قدام النيابة. حوار خاص مع شفك المنيري، كواليس تجربته في دراما رمضان 2022 مع مسلسل ملف سري. اديله منوم ما يقومش منها الا بعد يومين. كيف استعاد بريقه على الشاشة الصغيرة وأسرار يكشفها لأول مرة عن سنوات الغياب والاعتزال. في توضيح أخير عشان بس الإجراءات ما تتقاش خطر. التاسعة مع شفك المنيري الليلة على قناة مصر الأولى.